بعضنا العناصر التي تزاول مهامها بالكفاءة والمهارة المطلوبة، وذلك لتخفيف الضغط. كنموذج على المستوى الوطني وخلق بعض المشاكل اللي غادي تكون ك ابعادهم من الشارع العام. الهدف الاول هدف تالي التحام على بعد 5 ديال الامتار امام خلف انسحاب دفاعي خلف هاد العملية ديال الانسحاب الدفاعي. تقديم عروض تخص تقنيات عصا الدفاع ضد الطرفة باعتبارها من أهم اللوازم المهنية في العمل الشرطي. الله الوطن الملك رحا فاتكم تلاحظون أهم حركات استعمال عصا الدفاع. لا بتيت ويت كذلك مختلف الضربات الضربة الخلفية والأمامية ثم الضربة الجانبية المشي للوراء يلاحظ الكلب كيقوم بواحد السلوك اللي هو متغير كيشعر به لما تر ان هناك شيء في الحقيبه مساعد فنون تقني غيقوم بتفتيش هذه الحقيبه يدويا هناك مخدر شراء على مستوى الحقيبه المذكور شكرا تدخل قصدًا الفيلات من هجوم مفاجئ تدخل من أجل إيقاف شخصين عنيفين
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش